والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. أسطورة حقيقية في كرة السلة المصرية، لم يعشق الساحرة المستديرة مثل أصدقائه في مرحلة الطفولة، ولكن كرة السلة جذبت انتباه جوارحه ليتجه إلى نادي كفر الشيخ مسقط رأسه لممارسة كرة السلة. هو الكابتن الخلوق طه الغنام، من مواليد 18 يونيو عام 1945، أجاد وتألق في نادي كفر الشيخ خاصة في بطولة شرق الدلتا، وأصبح مطلبا للعديد من الأندية المختلفة على رأسها الأهلي والزمالك. خاض مباراة هامة أمام الأهلي نال خلالها إعجاب الجميع، مما جعل مسؤولي الأهلي يطلبون ضمه بأي ثمن، ولكن قوبل طلبهم بالرفض كالعادة. ولم لا وهو أبرز العناصر الأساسية في الفريق؟ ولكن ما إن قامت حرب عام 1967 وتوقف النشاط الرياضي وأصبح حينها حرا طليقا. وهنا أرسل خطابا للنادي الأهلي يطلب اللعب له، مما وافق عليه الفريق مرتجي رئيس النادي في ذلك الوقت. وبالفعل تم التعاقد مع عملاق كرة السلة طه الغنام ليبدأ مشوار النجومية والشهرة، بعدما حصد العديد من البطولات المختلفة مع القلعة الحمراء على مدار 8 مواسم قضاها داخل النادي وهو لاعبا. وبعد أن اعتزل كرة السلة عام 79 سافر إلى السعودية لخوض أولى تجاربه التدريبية في نادي الهجرة، ثم عاد إلى النادي الأهلي وقاد فريق 19 سنة، وحقق بطولتي الدوري والجمهورية في الموسم الأول له بالقلعة الحمراء. وفي عام 90 تم تكليفه بقيادة فريق السيدات بالنادي، وبالفعل حقق طفرة غير مسبوقة مع سيدات السلة، وقادهن لتحقيق بطولة الدوري ل7 مرات وكأس مصر ل5 مرات والبطولة العربية مرة واحدة. تولى منصب نائب مدير النشاط الرياضي مع الكابتن سمير عبد ربه، والذي يدين له بالفضل في كثير من الأوقات طوال مسيرته التدريبية. وظل نائبا للنشاط الرياضي لمدة 7 سنوات، ثم عاد مرة أخرى لقيادة فريق السيدات عام 2002. وأخيرا تولى الكابتن طه الغنام رئاسة أكاديميات الأهلي لكرة السلة في 3 فروع هم الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد منذ 5 سنوات وحتى الآن. وظهرت بصماته سريعا على الأكاديميات وقطاع الناشئين، وأصبحت تلك الأكاديميات تضم 800 لاعب ولاعبة، هم النواة الأساسية لقطاع الناشئين لكرة السلة بالنادي الأهلي. ولا يتبقى إلا أن نلقي الضوء على عائلة الغنام، والتي هي الأشهر على المستوى الرياضي داخل القلعة الحمراء. فهو والد طارق الغنام ورحاب الغنام زوجة الكابتن حمد الصافي المدير الفني للكرة الطائرة سيدات بالنادي، ولديه 5 أحفاد. ولهذا يعتبر طه الغنام حدوتة رياضية جذبت الأنظار من الجميع في عالم كرة السلة، وحدوتة من حواديث القلعة الحمراء. كان معانا في 100 سنة أهلي كابتن طه الغنام، واحد من عمالقة كرة السلة، والأسرة كلها كروية، والد نجمنا الكابتن طارق الغنام. كابتن طه برحب بحضرتك. أهلا أهلا كابتن شادي، أهلا بحضرتك. بتشرف دايما بوجود حضرتك معانا يا فندم. أنا سعيد جدا وبشكركم جدا، يعني دايما كده بين كل فترة وفترة تفتكرونا كده، فيعني حاجة بترفع المعنويات الحياة. لا ده واجب علينا يا فندم. حضرتك كابتن تاريخ حضرتك كبير جدا، وأسرة فيها نجوم أسعدوا جماهير النادي الأهلي، وكمان على المستوى المنتخبات أسعدوا كل الملايين المصريين في كرة السلة. خليني أسأل حضرتك في البداية، النهاردة حضرتك كنت معانا في 100 سنة أهلي،
حابب تقول ايه؟ وده تكريم بسيط جدا جدا مننا لتاريخ حضرتك، اتفضل يا فندم. طبعا كلام حضرتك طبعا اسعدني جدا، لكن بدين بالفضل الاول والاخير ليا ولاولادي للنادي الاهلي، لان ما كانش انا لعبت في النادي الاهلي ما كانش بقى في طالع غنى. الحقيقه النادي الاهلي اضاف يعني اضاف لي حاجات كتير جدا، واولادي شهره مجد مش قادر يعني النادي الاهلي ده حاجه كلنا نفتخر بانتمائنا ليها، والحمد لله ان احنا قد المسؤوليه. وسلسله الغنام والصافي الحمد لله ماشيه ما شاء الله، يعني ربنا يحفظهم. وده رد بعض الجديد من النادي الاهلي اللي هو خلق شيء من اسره طه الغنام. فانا بشكركم جدا في اليوم الجميل دوت، وكل سنه وحضرتك طيب، وسعيد جدا بالمداخله دي، وكل سنه وانتم طيبين. انت بعت سيبنا وتمشي ولا ايه؟ لا لا مع حضرتك. خليني اقول لحضرتك يعني عشان الاجيال اللي موجوده دلوقتي، وحضرتك انا اعلم تماما كلامك الكويس عن النادي الاهلي، لكن السؤال المعتاد في الفقره دي، حضرتك التاريخ الكبير اللي جوه النادي الاهلي اتعلمت ايه داخل النادي الاهلي؟ اتعلمت يعني الناس بتتكلم عن مبادئ، الناس فاهمه ان احنا النادي الاهلي بنقعد ويقعدونا وقلنا المبادئ كذا والمبادئ كذا. احنا بنشوف تصرفات الناس اللي قدامنا بنتعلمها. يعني في امثله كتير، شفنا كابتن صالح سليم، شفنا الفريق مرتجي، شفت كمال بيحافظ، شفت كابتن عبد الله الراشد، شفت كابتن حسن حمدي، شفت باشمهندس محمود طاهر. يعني مجموعه ولا اجمل ناس محترمه. انا لما اتفرج واشوف الناس بتتصرف ازاي او بيعملونا ازاي، اكيد يعني في مواقف انا هقول لحضرتك موقف بسيط جدا. اتفضل. احنا كنا بنلعب مره فرقه اسمها ابو كبير. في ابو كبير دي شرقيه، فكنا في رمضان، جم قالوا لي ان احنا جايبين فرقه وبنات وعايزين نفطر في بس يعني النادي الاهلي وحاجات زي كده. فالحقيقه انا حجزتهم في المطعم وجم، وفي نفس الوقت جبت الفرقه تحت وقعدنا كلنا مع بعض. الناس بقت مبهوره يعني بيقولوا ده احنا جم يحاسبوا، قلت لا لا خلاص. الحساب ده على حساب النادي الاهلي، وفعلا ما حدثوا شيء يدفعوا حاجه. قالوا ده احنا بنروح عندنا ما بنديناش كوبايه ميه. الناس تقعد تتكلم تقول يعني هو ده نادي الاهلي بنسمع عنه؟ هو لما انا اسمع الاشهاد النادي ده بيخليني ازود اللي عندي كمان، ان انا اعرفه عن النادي الاهلي، واضيف ان انا لازم الصوره الحلوه والجميله اللي وصلت للناس لازم انا كمان يكون لي دور اضافه كمان، ان انا احس الناس فعلا ان احنا ناس محترمين، ان احنا ناس اصحاب واجب. اللي اتعلمناه اتعلمنا ما نكونش ولاد ادب، اتعلمنا ان احنا دايما نتسامح، اتعلمنا ان احنا نحب بعض. يعني وده الحمد لله يعني ما زال لحد النهارده الدنيا ماشيه، وما مش الناس شايفه يعني الناس ما زال الناس بتفتخر يعني كلمه مبادئ تصرفات مش كلام زي الناس تقول لك مبادئ تصرفات. والحمد لله لحد دلوقتي الدنيا جميله، والنادي الاهلي ما زال برضه هو النادي الاهلي فوق الجميع. كلام محترم وكلام جميل جدا. انا هقف عند جمله، والجمله دي عجبتني على المستوى الشخصي، هو المبادئ تصرفات مش مبادئ اللي انت تقعد تقول لي مبادئ، هي المبادئ تصرفات، وده كلام محترم. كان شعور حضرتك ايه والكابتن طارق الغنام لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بيرفع بطوله افريقيا لكره السله؟ يعني مش قادر اوصف لحضرتك ان ده كان يعني كنت قلقان جدا، لان كان طارق مشي لظروف معينه وكان رجع. وطارق الحمد لله عمل بصمه كويسه في النادي الاهلي. دي حقيقة. كنت قلقان، كانت بطولة كبيرة، ومش عايز طارق في نهاية مشواره يختم حياته بصورة تسيء بيه. فطارق اجتهد وشد حيله ومع جهاز فني محترم، والحمد لله خدنا بطولة. مش قادر اوصف يعني، تصور يعني اب وبيشوف ابنه سنه يعني واصل ل 40، ما ياخد من 40 سنة وبياخد احسن لاعب في افريقيا، يعني تصور يعني
يعني ما شاء الله ربنا يحفظه. وعنده عبد الرحمن برضه في الناشئين كويس. وحمدي اظن سمعت عن يوسف واخد ثاني هداف في كاس العالم 13 سنه الطايره. يعني ما شاء الله يعني ولادنا طالعين برضه رافعين راسنا ان شاء الله. واحنا بنفتخر بيهم. ربنا يخليك كابتن شادي. يعني يا كابتن شادي والحقيقه الحظ الاول والاخير النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي الفرصه ان احنا نظهر. النادي الاهلي هو اللي بيلمعنا وهو اللي بيلقى لنا الضوء. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني النهارده انا بشوف الدوره اتفرج عليها يعني بتفكرني بذكريات مش قادر يعني انساها. يعني حاجه كانت جميله وكان يوم جميل جدا والحمد لله. كابتن كمان عرفت اللي بنت حضرتك كابتن رحاب الغنام نجحت في انتخابات اتحاد كرة السلة. بقت عضو مجلس إدارة. هو طبعا هي كانت أول مرة هي كانت شغالة قبل كده في منطقة القاهرة. والحقيقة يعني ناس كتير أشادوا بيها والمسؤولين يعني والأندية عملت شغل كويس. فلما ترشحت وكان أول مرة تخش انتخابات وكانت انتخابات صعبة جدا مع مجموعة متميزة في قيادة الدكتور مجد الفريخة. الحمد لله خدت أصوات عالية جدا وما خيبتش يعني ظننا أو الناس ما خيبتش ظننا. قصة الغنام برضو الناس بتقدرها وكان يعني أكبر تقدير من الناس لقصة الغنام. ان رحاب يعني في اول انتخاب والست الوحيده يمكن من فتره كبيره ما فيش ست دخلت الاتحاد بطريق الانتخاب كان دايما في التعيين. رحاب اول على ما اعتقد مش عارف انا مظبوط اول ست تدخل انتخابات الاتحاد بدون تعيين يعني دخلت انتخابات وحققت يعني ثالث اعلى الاصوات تقريبا الحمد لله. كابتن طه كلمه اخيره هتقولها يا كابتن اتفضل في 100 سنه اهلي حضرتك مشرفنا معانا النهارده هتقول يا كابتن؟ ربنا يخليك. برضه حضر اقول النادي الاهلي مش احنا اللي عملنا النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي عمل لنا. ولا اضافنا النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي اضاف لنا. احنا النادي الاهلي انا لو لعبت في مكان غير النادي الاهلي ما كناش وصلنا اللي احنا فيه، لان بقول لحضرتك النادي الاهلي بشعبيته، بجماهيره، باداراته المتميزه على مدار التاريخ. الحمد لله هي اللي بتحفظ وهي اللي الفضل للنادي الاهلي على اي بني ادم مهما كان. النادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي احنا ما كناش موجودين. طبعا كل الشكر لاداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي كله وكل امن في النادي الاهلي وكل سنه وحضرتك. كابتن طه انا اتشرفت بحضرتك وببقى سعيد لما بتبقى معانا في مداخله وان شاء الله نفسي تشرفني كمان لان نموذج مشرف جدا جدا واسره مشرفه جدا جدا للنادي الاهلي بكلامها وبطولاتها وكل حاجه. بصراحه شرفتني ونورتني وكنت معانا النهارده كان معانا في 100 سنه اهلي الكابتن طه الغنام والد نجمنا الكبير الكابتن طه الغنام وكمان نجمتنا الكابتن رحاب الغنام. شفتوا كلامه عامل ازاي وشفتوا احترامه عامل ازاي. في حاجه مشرفه، في ناس بتحب ناديها، في ناس بتعشق ناديها، بتشوف الدنيا جميله، بتشوف الدنيا فيها تفاؤل. ومش عارف مش عايز اطول عشان استقبل ضيوفي لكن عايز اقول حاجه حصلت عشان تعرفوا قيمه ناديكم. عشان تعرفوا قيمه ناديكم. كان في يوم من الايام مارتن يول عامل للمدربين اللي عايز يجي يتفرج على التدريبات من المدربين اللي عايز يجي يحضر ويشوف ويتابع. فكابتن احمد ساري راح نجم الاتحاد السكندري. اعتقد قعد 14 يوم. قبل ما يمشي بثلاث ايام كان في مكالمه ما بيني وما بينه كلمني على التليفون. انا مش عايزه يزعل مني بقى اللي انا بحكي لان انا بحترمه جدا بقدره كنجم كبير وليه شعبيه في مصر وفي اسكندريه. فالراجل عايز يشتغل، عايز يشوف الجديد في الشغل، فقرر اللي هو يحضر معايشه مع مارتن يول. قال لي انا مستغرب جدا، يا بختكم بالنادي الاهلي، يا فرحتكم بالنادي الاهلي، انتوا حاجة كبيرة قوي. قال لي كده في التليفون والكابتن أحمد ساري موجود. قلت له في إيه؟ أنا ما أعرفش، دخل عليا كده في التليفون على طول. فقلت له قول لي يا كابتن أحمد. قال لي أنا فاضل لي يومين وهمشي من المعايشة. أول يوم ما اتكلمناش في النادي، رحت أخدوني ورحنا اتغدينا مع المدرب بره، وبعد كده بقيت أروح تدريبة الصبح وتدريبة بعد الظهر. بالمواعيد قال لي أروح الصبح ألاقي النظام الترتيبات لعيبة الشغل بتاعها جاهز، ما شفتش لعيب بيتكلم على فلوس.
ما شفتش لعيب بيتكلم على اي حاجه غير النظام ورايحين نكسب. قال لي كمان على المستوى الصبح الفطار محطوط للعيبه بيجي قبلها بساعتين او قبلها بساعه ونص وبكلمكم في حاجات تفاصيل بسيطه المفروض في عالم كره القدم. لكن وهو ماشي قال لي انا حزين انا عايز المده تكمل اقعد كمان اسبوعين لان النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي انا ماشي حزين كان نفسي اقعد اكتر من كده. في ناس بتبقى من داخل من خارج النادي الاهلي بتيجي اسبوعين بتعرف قيمه النادي الاهلي. وناس قعدت عمر هانت النادي الاهلي وهو ده اللي انا الكلام المهم اللي حضراتكم الكابتن احمد ساري موجود اللي عايز طول الوقت يزايد علينا وموجود اتصلوا بيه وهو اللي حكى لنا القصه دي لانه الراجل راح عشان يتعلم حاجه محترمه ويعلم في اسبوعين قال لك انا مش مصدق نفسي. فده كان مهم جدا احكيها لحضراتكم. دلوقتي هنطلع فاصل سريع واستقبل اثنين نجوم كبار داخل النادي الاهلي. اثنين لما بيشرفونا تواجدوا معانا اكتر من حلقه. انا على المستوى الشخصي ببقى سعيد جدا لان اللي ملهوش ماضي ليه تاريخ كبير يبقى ملوش حاضر. فطول الوقت بصارع اللي يبقى موجود معانا نجوم الاهلي القدامى. مش القدامى قوي عشان ما اكبرهمش ويدخلوا يقطعوا فيا لكن اثنين من اعظم لعيبه جت في مصر لمست كره القدم من وجهه نظر. كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم نطلع فاصل سريع ونستقبل ضيوفنا اولاد النادي الاهلي ونجوم منتخب الوطن. اتفضل.